يعني بخصوص القرار الصادر مؤخرا لمجلس المنافسة فيما يخص ملف المحروقات أو الشركات العاملة بقطاع المحروقات، فكنظن بأن هذا البلاغ يعني رغم التوقيت ديالو اللي غادي نرجعوا عليه من بعد، كنظن بأنه حسم بشكل نهائي بخصوص يعني سواء المؤاخذات بعدم احترام هذه الشركات اللي مبادئ منافسة في الشريفة في السوق وهذا الشيء منذ سنوات، وايضا اقرارها وعدم اعتراضها على المؤاخذات اللي سجلها في حق المجلس. وهنا يعني كيجيب ما لا يدع مجال الشك بان هذه الشركات كانت كتواطع على المستهلك المغربي منذ سنوات، رغم ما كنا نلاحظوا يعني ملي كنمشيو نتزودوا بالوقود يعني في مختلف لي ستاسيون او محطات تزويد بالوقود، كنلقاو بان كان اختلاف كيبان لنا في لي سنتيمات قليله ما بين محطه واخرى، يعني كان واحد النوع من التمويه ومن النصب على المستهلك المغربي، وهذه باش يكون هو في حد ذاته هذوك لي بري كانوا متواطع عليهم في السوق. لكن يعني التقييم ديالنا القرار للاسف الشديد كنعتبره بانه جاء جد متاخرا. هذا البلاغ كيقول بانه في 2023 في شهر 11 عاد تم يعني تاكيد هذه المعطيات، في حين ان الاحاله بالنسبه لنا اول احاله وشكايه وقعت من النقابه ديال مهني النقل الطرقي كانت في 2016. يعني غادي نتخيلوا يعني الوقت الكبير اللي خداته الدراسه ديال هذه الاحاله. وهنا كيبان لي بان التقرير يدين الطرفين، يدين فعلا المقاولات اللي هي معنيه بالشكايه والتنازع فيها، ويدين ايضا المسؤولين اللي كيسهروا على المجلس على هدر الزمان اللي داروا والتكلفه الكبيره اللي تحملوها المغاربه. يعني رغم كاع الاحتجاجات الشعبيه اللي كانوا والمظاهرات اللي كيغوتوا على ارتفاع الاسعار، التقرير ما نساوش بان في 2018 كان تقرير ديال اللجنه الاستطلاعيه البرلمانيه واللي اكد ان غير الارباح الفاحشه تناهي 17 مليار ديال الدرهم على سنوات 16 و17 وبدايه 2018. يعني كاين ارضيه ديال الادانه ديال هاد الشركات، وتم تاخير الى غايه 2020، وحتى في 2020 غادي يوقع مشكل وغادي نتاجل هادشي حتى 2023. وهنا كنا جميعا ضحايا ديال التواطؤات، وخصنا نعرفوا بان هاد الهدر ديال الزمن كلف الدوله المغربيه في التواطؤات ديال هاد الشركات ان هاد الحكومه هذه كانت كتدعم الاسعار المتواطئ بشانها. وحسب ليا شحال من مليار كان كل شهر كيخرج لصالح المهنيين ديال النقل، وهما راه الشركات متواطئة ماشي اسعار حقيقيه. فهي باش كنقول لك بان هذا القرار يدين فعلا وبشكل نهائي هاد الشركات، ويدين في نفس التوقيت المسؤولين على المجلس اللي خصهم يتحاسبوا على هذا المال العام اللي سبوا فيه طيله هذه المده. لان ديك الغرامه اولا غادي نرجع لها ما كتفرحش، وغادي نشير على ان ما كتفرحش، لان ملي كنقولوا حتى في البلاغ كاين غموض، وهادشي كلشي اللي كيدخل نهاية فعلا في كيدا نقاط الإدانة. كتقول بأنه جميع الشركات تسع شركات حددتيها بتسع شركات أنها لم تعترض، يعني هي قابلة، يعني هي معترفة أنها كتخرق القانون، ولكن ما حددتيشنا نوع الخروقات لكل شركة على حدة، ما حددتيشنا نوع التواطؤات والأرباح اللي حصلت هاد الشركات والغرامه اللي كل شركه. كي كيقول القانون ان كل طرف معني ماشي جميع الشركات معنيين، وكنتسائلوا في البلاغ كيوضح بكل وضوح كيقول بانه ان محاضر صلح تم وثقت يعني الموافقه ديالها ما هذه الشركات والمنظمات المهنيه. ما دور المنظمات المهنيه؟ انا ما فهمتش انا الدور ديال ديك المنظمه المهنيه في هذا الصلح. واش هي كتبيع وكتشري وما فرصناش؟ هذه منظمه مهنيه الدور ديالها هو اصلا هو انه كتدافع على مصالح ديال 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 الفاعلين في هذا القطاع في اطار احترام القانون. الا هي طرف وكانت كتواطوك هذه الجمعيه الاساس ديالها لم يحترم القانون الاساسي ديالها، وكان كتواطئ مع الشركات، يعني كانت هي وسيله من التواصل بين الشركات باش تواطؤ المغاربه، فكان على المجلس انه يطالب بالحل ديالها ومحاسبه الرئيس ديالها، لان هنا راه ما دخلش مسطره الصلح، اللي داخل مسطره الصلح هو الاطراف المعنيه. ونجي عاوتاني لديك مليار و800 مليون ديال الدرهم اللي هي تقريبا 180 مليون ديال الدولار، هذيك لا تتطابق حتى مع النتائج ديال 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 اللجنه الاستطلاعيه على 2018. وكنقول واحد القضيه واللي هي ضروري نشيروا ليها، هو ان العقوبه خصها تكون وفقا لنسبه معينه على حسب كل شركه او على جميع الشركات. هذه النسبه كنحددوها
كيقول القانون على اقصى تقدير هي 10%. القانون 114 اللي حري المتعلق بحريه الاسعار والمنافسه، وكيعطي لان حتى داك الاقرار ديال دوك الشركات راه ما جاش صدفه، بل هو جا باش يستافدوا من واحد الخصم ديال النصف ديال العقوبه اللي كيقررها المقرر العام ديال المجلس او بمساعده المقرر بيان سور، حتى هو اللي كيكون شد الملف يعني، وكيعطي لك كانوا التزامات انها تنخفض. ولكن ما نساوش انك كيقول المشري انها خصها تناسب مع نوعيه الاضرار والخطر اللي سبته الاقتصاد الوطني. ما عرفتش واش هاد 180 مليار هي الاضرار اللي سبوا، كان غير الاضرار اللي سبوا لينا غير ملي خرج المقرر العام في التاريخ شهر غشت 2023 واخذهم. عرفتي الاسعار كيفاش طلعوا في ديك لابيريود؟ طلعوا بدون اي يعني مبرر، رغم انهم عالميا كانوا منخفضين. فهنا كنقول بان لم تكن هناك شفافيه من ناحيه اولا نسبه هذا السند ديال هذه العقوبه ديال 180 مليار تقريبا على جميع الشركات. لم يتم تحديد اسماء هذه الشركات، يعني ما عرفناش لحد الان. الراي العام هو من حقه يعرف شكون الشركات اللي كانت كتواط عليه بالاسم ديالها ونوعيه الخروقات اللي كانت كتمارس. البلاغ لم يشير الى هذا الشيء كامل. ثالثا ملي كنقولوا بانه هذا القطاع راه ما فيهش غير الشركات الوطنيه، راه فيه شركات ذات راس مال اجنبي وذات علامات تجاريه دوليه. كاين شركات كبار او نيفو انترناسيونال اللي المغرب فتح لهم الاستثمار، وهما من ضمن الشركات اللي تواطؤوا في السوق على المغاربه. فهنا كيبين لك كيفاش هاد الشركات اللي كيعرفوا التشريعات الدوليه واحترام يعني قواعد المنافسه الشريفه، وكيعرفوا المعاهدات ديال الامم المتحده في مكافحه الفساد، وعندهم الامكانيات الكبيره باش يديتكتيو هذا الشيء ويرفضوه، كنلقاو تواطؤوا هنا في المغرب وما كيتواطؤوش في دول اخرى متقدمه، وكيطرح اكثر من علامه استفهام شكون اللي خلاهم انهم يتواطؤوا. ان المجلس ما قالش لنا نوعيه العقوبه ديال هذه المؤسسات، خصوصا ان رقم اللي خصو يتعاقبوا به هما ماشي بحال الشركات ذات المنشأ يعني الوطني، ان خصو يتعاقبوا طبقا رقم معاملات العالمي ديالهم ماشي الوطني. هو لكن الا جيت نقارن ما يحققه هذه الشركات سواء الفرنسيه او الهولنديه او الانجليزيه وغيرهم من دول اخرى، راه لا مجال للمقارنه. لهذ العقوبه هي بالنسبه لهم بضع سنتيمات، وخصها تكون بالعمله الصعبه. وكان هذا المجلس غيساهم اولا في ادخال العمله الصعبه، في تقويه ميزانيه الدوله، وفي تطبيق الغرامه بمعنى حتى هذا القرار، من غير انه يدين هذه الشركات وهن اقرت بالادانه ديالهم. فهو لم يحترم التشريعات الوطنيه ديالنا والقوانين المنظمه في تطبيق القانون ضد هاد المخالفين. وللاسف قلت لك هو كيدين لا ليس فقط الشركات، وانما يدين المسؤولين على المجلس. وهنا كنقول بانه جاء الوقت باش نديروا تقييم حقيقي العمل ديال هاد المسؤولين في هاد المجلس، لان هذه سنوات وما عارفين هاد الخروقات، لان هاد الشركات قال لك اعترفوا لهم بدون اي اعتراض. وبطبيعه الحال سنوات وانت كتنهب بارباح فاحشه وفي الاخر كتاخذ غير هاد العقوبه هذه، فكيتحمل معاك مسؤوليه شكون اللي هضر المال العام وتطبيق القانون حتى هو خصو يتحاسب، راه ماشي غير الشركات حتى المسؤولين ديال المجلس. وشكرا.